السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سأشرحكم كيف نقوم برسم أو نخطط كيف نقوم بتخطيط طريقة لمس على الجمجمة. أولا نذهب لتطبيق XArt، نذهب إلى الرسم، ثم نذهب إلى Colors، نقوم بتغيير اللون إلى اللون الأحمر حتى يظهر معنا. بعد ذلك نذهب إلى Form أو الأشكال، نختار شكل الدائرة، نقوم بتغيير حجم الدائرة بمعنى يعني سمك الدائرة، نقوم بتطبيق الدائرة على الجمجمة بحيث تضم لنا الجزء العلوي من الرأس وليس الفك، تذهب الجمجمة من الأعلى، ثم نختار يعني بنفس الدائرة يعني لا نغيرها، نختار نقوم برسم الدائرة الجانبية كما ترون. الدائرة الجانبية دائما تكون يعني أو تتوقف مع عظمة الحاجب في الجانب، ثم نذهب إلى الفورم أو الأشكال ونختار خط مستقيمي، ونقوم بتغيير thickness أو السمك أيضا، نقوم برسم خط فوق الحاجب وخط الأذن. ممتاز. ثم بعد ذلك نحدد خط منتصف الوجه يعني من خط الحاجب إلى الذقن، بعد ذلك نحدد خط الأذن إلى الفك السفلي يعني من خط الأذن ثم الفك السفلي أيضا ثم الذقن، ثم الخط من أعلى الحاجب إلى الذقن يعني هذا الخط الخارجي. طبعا يمكنكم إضافة هذا الخط هو خط الوجنتين. هكذا نكون قد انتهينا، ثم بعد ذلك مباشرة نقوم بتحميل الصورة.